الأوسكارز كجائزة ليها فئات كتير. عندك أوسكار أحسن فيلم اللي هي أهم جائزة واللي بتتعرض في آخر الحفلة خالص، عندك أفضل مخرج، عندك أفضل أغنية أصلية للفيلم، وكمان عندك أفضل ممثل أو ممثلة. اللي لحد دلوقتي أنا مش عارف هم ليه الاتنين، يعني جائزة للممثلين وجائزة للممثلات، هو مش المفروض يعني وكلنا إيكوال مش عارفين كده، ما تخلوا فيه جائزة واحدة بس الأفضل يعني ممثل كده، هو اللي هو أفضل ممثل اللي هو بست أكتر، أحسن واحد مثل السنة دي، يا إما كان واحد أو واحدة خلاص مش مهم، فأنا مش فاهم الموضوع ده. المهم بماراثون بقى الأوسكارز اللي احنا شغالين عليه في القناة بقالنا فترة دلوقتي، حبيت أزور النوع ده من الجائزة اللي هو Best Actor أو Best Actress، ونتعرف على أكتر ممثلين واخدين الجائزة دي وأكتر ممثلين برضو ترشحوا للجائزة دي. معكم إسماعيل من قناة من غير مونتاج، ودول ممثلين واخدين عدد كبير من الأوسكار. رقم 6 عندنا شان بن، اترشح لخمس أوسكارات وفاز بأوسكارين. أيوة ممكن تلاقوا ان أوسكارين ده عدد قليل جدا، ولكن جماعة يعني دي أوسكار اللي احنا بنتكلم عليها، وكمان يعني الحاجة برضو اللي ترفع شون بن هنا هو فكرة ان هو ترشح خمس مرات، فأيوة دي تعتبر حاجة يعني حاجة عالية قوي السقة يعني. المفروض الأفلام اللي ترشح ليها فيلم ميستيك ريفر سنة 2003 وفيلم ملك سنة 2008، وبصراحة يعني أنا ما عنديش مشاكل كتير مع عمنا شون بن، بيعجبني التمثيل بتاعه، فأيوة تستحق عم شون بن. رقم 5 إنجريد بيرجمان، اترشحت لسبع أوسكارات وفازت بثلاث أوسكارات. نرجع شوية للزمن الكلاسيكي للأفلام لهوليوود، ويعني زي ما قلنا قبل كده إن في الوقت ده اللي كان بيتعمل فيه الأفلام كان غالبا كده هو بينزل 3-4 أفلام في السنة كلها، وتلاقي إن الأفلام دي هي إيه اللي كده ضربت على كل الجوائز بتاعت الأوسكار. ففي المدة دي الفنانة إنجريد طلعت وفازت بثلاث أوسكارات، فازت سنة 1957 من فيلم أنستيجا، وفازت سنة 1945 بفيلم جاس لايت. تمام، ما اقدرش اكدب عليكم واقول لكم ان انا اتفرجت على افلام كتيرة من الزمن ده، ولكن يعني بالفايبز اللي انتوا تاخدوها من التون بشكل ده تقول ان اكيد اكيد لازم تكون يعني ضربة على اوسكارز كتير. رقم 4 جاك نيكلسون، اترشح ل 12 اوسكار وفاز بثلاث اوسكارات. طبعا مفيش كلام هنا عن عمنا جاك نيكلسون، يعني اسطوره كده هو من اساطير هوليوود، ولكن خلينا برضو نعرف ايه الافلام اللي هو فاز عليها الاوسكار. سنه 1976 فاز من فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest، وسنه 1994 فاز بفيلم Terms of Endearment، وسنه 1998 فاز من فيلم As Good As It Gets. فايوه اللي انت ممكن تلاحظه من هنا هو ان حتى الادوار الايكونيك لعمنا جاك نيكلسون حتى ما قربش ان هو يكون نومينيتد ليها، ولكن عامه يعني كل الحب لعمنا جاك نيكلسون، ونتمنى نشوفه قريب يرجع تاني على الشاشات. رقم 3 ميريل ستريب، يعني لو في اسم انتوا كنتوا متوقعين ان انتوا تشوفوه على القائمة دي كان لازم تكون ميريل ستريب. ميريل ستريب حضراتكم اترشحت ل 21 اوسكار، 21 جاد ده، ولكن من ال 21 فازت بثلاث اوسكارات اللي هو برضو يعتبر عدد كبير جدا. فدلوقتي العالم هينقسم لفرقتين، الفرقه الاولى اللي هم بيعشقوا اي حاجه ميريل ستريب بتعملها، ودول عامه اللي بيشتغلوا في الاكاديمي وكده اللي هو كل سنه لازم يرزعوها النومينيشن لاوسكار مفيش مشكله، والفرقه الثانيه اللي بجد زهقوا من الموضوع ده وشايفين ان اوكي هي ممثله عظيمه جدا بس 21 يعني نومينيشن ليه يا رجل. وروح دلوقتي الافلام اللي فازت منها افضل ممثله بسنه 2012 فيلم ذا ايرون ليدي، سنه 1983 فيلم سوفيز تشويس، وسنه 1980 بفيلم كريمر فيرسس كريمر. طيب انا بصراحه ما اتفرجتش على الفيلم ده، واللي انتم ممكن تلاحظوه هنا ان من سنه 1983 لحد سنه 2012 بس كانت بتترشح بس ما فازتش. فيعني اوكي مش عارف هي نزلت افلام السنه دي ولا لا، بس غالبا لو نزلت ممكن برضو مش غلط ان هي تترشح كده. رقم 2 عندنا عمهم كلهم وعم الناس الحلوه دانيال داي لويس، الشخص اللي فعلا ما تلاقيش اتنين يختلفوا ان هو يستحق كل الاوسكارات، اترشح للاوسكار 6 مرات وفاز بثلاث اوسكارات. كامل الاحترام لعمنا دانيال داي لويس. طبعا الحاجه اللي بتخلي دانيال داي لويس يعني ايه قابل ان هو ياخد الاوسكارات بشكل كتير هو الميثود اللي بياخده في التمثيل بتاعه اللي هو بيسموه ايه ميثود اكتور، تمام، اللي هو يحط نفسه في الدور اوكي لا انا هعيش الدور ده بجد، هو الدور ده في سنه 1800 مش لا انا هكون فعلا عايش كاني في سنه 1800 مش عارف مين. في ممثلين بياخدوا الموضوع ده بس
بيحاولوا ايه اللي هم يحسسوا منها كده اللي هو اوه شوفوني انا ميثود اكتر بتاعه كده، بس دانيال دي لويس ما عندوش هزار في الموضوع ده، انا همثل يبقى خلاص ما فيش حاجه اسمها تمثيل، انا هعيش الدور بجد. فاز في سنه 1990 بفيلم ماي ليفت فوت ذا ستوري اوف كريستي براون، وسنه 2008 بفيلم ذير ويل بي بلاد، يستحق 100% الاوسكار دي يعني الفيلم ده خرافي، وسنه 2013 من فيلم لينكولن. فأيوه أول ريسبكت لعمنا دانيال داي لويس. ونروح دلوقتي لرقم واحد وأكتر ممثلة واخدة أوسكارات في تاريخ الأوسكار كلها، كاثرين هيبرن. اترشحت ل 12 أوسكار وفازت بأربع أوسكارات. هيبرن من العصر القديم شوية من الأفلام في هوليوود، ولكن يعني قديم شويتين كبار كده. هتلاقوا أن أول أوسكار هي فازت بيها كانت سنة 1934 بفيلم مورنينج جلوري، وبعد كده في سنة 1968، شايفين عدى وقت طويل جدا كده تقريبا 30 سنة، ولكن فازت برضو بالأوسكار فيلم Guess Who's Coming to Dinner. والسنة اللي بعديها على طول سنة 1996 فازت بأوسكار أفضل ممثلة من فيلم The Lion in Winter، وآخر أوسكار فازت بيها كانت سنة 1982 بفيلم On Golden Pound. فعلا ما تستغربش قوي بالإنجازات اللي هي قدرت تعملها، خاصة في الوقت اللي كانت بتعمل فيه أفلام. وايو أعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجة للفيديو ده، يعني أهو يعني شايفين بقى الأوسكار كانت حلوة إزاي في وقت من الأوقات، ليه بقى يعني دلوقتي كل حاجة بقت متوقعة جدا ونقدر نشوف من بعيد مين اللي هياخد أوسكار والكلام ده. لو أنتوا يعني مش فاهمين ليه أنا يعني بتنمر دلوقتي أو يعني بقول الكلام ده، تأكدوا إن أنتوا شفتوا الفيديوهات التانية اللي أنا عملتها عن الأوسكار، الحاجات اللي أنا متوقعة إن هي تترشح والكلام ده، عشان تاخدوا الصورة الأكبر. ولكن عشان نكون حلوين كده أقول لكم أنا متفائل، أنا متفائل إن بعد سنتين ثلاثة كده هو الأوسكارز هترجع تكون عادية جدا فعلا، بتحكم بعدل وبتدي الأفلام العدلة يعني حقها وكده هو. ولكن ادينا قاعدين مستنيين ونشوف اللي موجود في المستقبل مع بعضينا. وبس أعزائي المشاهدين، عرفوني لو عندكم في الكومنتات اقتراحات تانية لنوعية الفيديوهات دي، القوائم الخطيرة اللي احنا ممكن نعمل عنها في المستقبل، وبرضو عرفوني ايه رأيكم في الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك لان ده فعلا بيساعد. تنسوش برضو تشتركوا في القناة، احنا بننزل تقريبا 4 إلى 5 فيديوهات هنا في الاسبوع، فأتأكدوا ان انتم مشتركين وشغلوا التنبيهات عشان اول لما ينزل فيديو جديد هيوصلكم على طول. شكرا على متابعتكم واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.